بترحيبي بالسادة الممثلين من المؤسسة المغربية للطالب على حضورهم معنا في هذا اليوم المبارك السعيد من أجل تقديم مجموعة من العروض التي تقدم هذه المؤسسة، وفي هذا الإطار أيضا ينسجم مع توجيهات نزيل القانون الإطار 1751 وخصوصا المشروع رقم 13 الذي الخاص بوضع نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي. من أجل المجهة في سوق
في السوق يعني كتقرا عامين وكتاخذ ديبلوم ديال التكنيسيان كيمكن لك انك تدخل المستوى الاخر اللي هو المستوى التقني المتخصص بدون ما تكون عندك شهاده البكالوريا. يعني شهاده التقني كتخول لك انك تدخل المستوى التقني المتخصص. وهنا ثاني كاين شروط، يعني كاين عندنا واحد البورسنتاج ديال الناس اللي كيمكن لهم انهم يدخلوا لهذا انهم ينتقلوا من مستوى لمستوى اخر. قام المؤسسات تيجي الماسه بخصوص حتى لي زيتود ا لترونجي ولا غير المؤسسات داخل المغرب؟ السؤال ديالي هو بالنسبه للشهاده التقني العاليه بي تي اس، واش تيكون داك الشيء ديال القافله ديال الجداره اي زعما اللي تخدم فيها، واش حتى هو كيستافد من التعاونيه ديالكم؟ الاول يعني بتسهيل المقاوله البدايه ديالها وكذلك الفلول الجميله والافاق ديالها والقليل. تعطيونا معلومات على اسم الاظن البيضاء وشكون هما الدكان؟ واحد السؤال اخر، شكون هما الافاق اللي كتفتح اقسام تحضيريه؟ بالنسبه لها شنو هما الافاق اللي يمكن يوجهوا من واحد باش يضمنوا ليه يمشي مثلا اللي بغا يدير المهنه ديال الروبوتيك مثلا في المغرب؟ المهنه ديال الروبوتيك؟ في المغرب. نعم. الاسنان الصغيره وكذلك المدارس ماشي ناحيه بحال مثلا لينا ولا بيزا. جامعه محمد سالس متعدده التخصصات، هل هي ذات استقطاب محدود؟ وما هي الافاق المستقبليه التي توفرها؟ وما الذي يجعل مجموعه من التلاميذ المتفوقين يفضلونها عن غيرهم؟ واش مدرسه ديال الاركيتكتور، واش زعما التلاميذ اللي بغاو يديروا هذه المدرسه واش هما كيعجبو فين غادي يقراو ولا على حسب الجهه؟ وبالنسبه للسؤال الاخر زعما شنو هما الافاق ديال هذه المدرسه؟ زعما الا شديت الدبلوم ديال الاركيتكتور شنو ممكن ندير به؟ واش ممكن نخدم في العمومي ولا في الخصوصي؟ زعما شنو غادي ندير بالضبط؟ شكرا. نعم. واش الكونكور ديال السي ان سي كنعرفو بلا غير دوزت شي كونكورات اخرين ديال فرنسا بحال الدروازه مثلا تقبلتي في ليمبون ولا السلطرة؟ كيعرف هادو المدارس خصوصية في فرنسا، يعني واش ليهم كتقد تعطيك منحة كتقدر تعطيك منحة تمايا واخا تقرا واخا تقرا تما في فرنسا، ولكن شي منحة تمايا في فرنسا هي اللي كتقدم عليك؟ المدارس ديال البروغراماسيون هنايا في المغرب والشروط اللي خاص ضروري على حساب الكومبيوس ديال فرنسا. مدارس خاصة بهاد الشعبات تاع لي زراب اللي هنايا في الرشيد. وفرنسا أداكم جميعاً، نعطيه الكلمة للضغط.